هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. سكون شهوة وسكون مودة ورحمة. الشهوة لا تنطفئ إلا بما شرع الله من النكاح والتسري بالشروط. ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به من دون إعياء ولا تعب. فلما أثقلت في آخر الحمل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. ذكر أو أنثى، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما أتاهما صالحا، هل حصل الشكر؟ لا. قال جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. يا أخوانا، هذا الذي لا يفرح بالأنثى هذا على طريقة أهل الجاهلية. كم وردت أحاديث في فضل تربية البنات وما إلى ذلك.